السلام عليكم المشاهدين، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى من الله تكونوا الف خير يا رب العالمين. جاتكم بواحد الوصفه ان شاء الله بحول الله، الحرشه بالكوك ان شاء الله بحول الله رب العالمين. نقدم لكم المقادير ديال هذه الحرشه هذه بالكوك. عندنا هنايا جوج كيسان ديال السميده الرقيقه، ماشي ديك الغليطه. عندنا هنايا كاس ديال الكوك، وعندنا هنايا نص كاس ديال الزيت البلديه، وخماره وحده، واللاباني، وعندنا بيضه، وعندنا هنايا جوج ديال المعالق ديال دانون مسوس. وهادو كيبقاو حسب ديال التزيين، هادو هما الاخر، هادو عندي حسب ديال التزيين. عندنا هاد اللوز ايفيلي، وعندنا هاد من الميناده كوفيتير، وعندنا هاد الكوك هذا غنزين به ان شاء الله بحول الله. وعندنا المقادير هما هاد، عندنا بيضه، عندنا المهم هانتوما تشوفوا معايا ان شاء الله بحول الله. ودابا نبداو بسم الله على بركه الله. بسم الله غنبداو دابا. درت بيضه هنايا وحده، درت بيضه ونكب عليها الزيت. وعندنا السكر، نسيت ما قلت لكمش السكر، عندنا كاس ما عامرش، وهذا كاس ما عامرش. وغادي نحرك هاد الخلطة كاملة مع بعضياتها، وتابعوا معايا إن شاء الله بحول الله. وقريت هاد الملحة إن شاء الله، كنبقاو نساو، تابعوا معايا صافي. ويقبل علينا التصوير وصافي، مرة الريزو كيهرب لينا. إيوا واش غنعملو الراس عامر، هاهينا. المهم دابا تابعوا معايا، دابا غنديرو هاد لاباني مهزيمة تاع لاباني. نضيفو لهاد الكوك، كتجي زوينة النكهة ديال الكوك مع السميدة، كتجي زوينة الصراحة الله. وهاد الكاس دابا طفت واحد الكاس، وكاس مغاديش نضيفو كامل، غير شوية، المهم على حسب هيدا نص كاس بحال هكاك. و حتى يسمحوا لي كنصور بواحد اليد، حتى هو معايا. دابا بقى الخميره، غندير الخميره وغادي نخلط الخليط كامل مع بعضياتها باش ندمج ليا كلشي مع بعضو، ومن بعد نشوفو ونخليه واحد 10 دقائق ترتاح، ومن بعد غادي نكوروها ان شاء الله بحول الله. تابعوا معايا، خلطنا المكونات ديالها كامله وغطينا بهذا البلاستيك الغذائي. وهذه اللي شطت لينا ثمن ربع كاس ديال ديال السميده، ونخليوها ترتاح واحد 10 دقائق، وغادي نوليو نكملوا على الحرشه ديالنا ان شاء الله بحول الله. ملي دازت 10 دقائق هي كيف كتجي بحال هكذا، حتى مع الخميرة غتزيد تنفخ. هكدا، ومن بعد غنفندها في السوق بالكوك. غنديرها بحال هكدا، غير في الوجه، غير في الوجه صافي. وغنحطوها هنايا، غنبعدو على بعضياتها حتى راه غادي تشرح لينا، يعني غادي تكبر، ضروري خصنا نبعدوهم. وغنبقاو مستمرين هكذا تنكملو هاد سميتو هاد الحرشة ديالنا. أنا قلت لكم مرة الريزو كيمشي لي، متحرمش مرة الريزو كيبقى يهرب لي.
غنبقى مستمره معاك ان شاء الله بحول الله. لو غندير واحد غطسه بحال هكايا بحال نديرو دايزلايك حق عندك ديروا نتوما دايزلايك بصح كتخليوها بحال هكا ملي كنكملها كنديروها بحال هكذا هنا باش غادي نعمروها بالكوفيتير وغنبقى مستمره هكذا حتى نكملوا هاد الكميه اللي عندنا ان شاء الله بحول الله رب العالمين. هاي دابا ملي صاوبتها كامله بحال هكذا الا عندكم نتوما شي حاجه دايره ديروا بها انا ما عنديش درتها غير بيدي درت غير دايز لايك ايوا صافي دابا غادي نبداها طيب على حراره الفرن 160 هكذاك ومن بعد نشوفوا شكل النهائي ديال هاد الحرشة ديالنا ان شاء الله بحول الله رب العالمين. هذا كيف كيجيو بحال هكذايا دابا نوريكم كندير شويه ديال الكوفيتير بحال هكا ونبدا نزوق بحال شكل ديال ورده هذا راه حمصت واحد شويش كيجي بحال شكل دبريده كيجي مزيان الديكور ديالو زوين وغنبقى مستمره على هكا حتى نكملو هاد الكميه اللي عندنا هنايا كيجي بحال شكل دبريده والمذاق ديالو كيجي زوين الصراحه باش هذا اختياري نتوما باش كاش بغيتو تذوقوها تذوقوها بكاوكاو تذوقوها باش ما بغيتو تعمروا هذا ولا بالشوكولات كنبقاو مستمرين بحال هكدا طيبة مزيان حتى النكهة ديالها كتجي زوينة مع داك مع داك دانون مع داك مع الفاني كتجي ديك النكهة زوينة الصراحة الله أنا عي سمحولي كنصور بيد وحدة عي سمحولي دراس باقي حمرتو شي شويش باش يعطي واحد المذاق ديالو توازوين وغنبقى كنستمر حتى نكمل الكميه اللي عندي ان شاء الله بحول الله. النهائي ديالنا الحرشه ديالنا بالكوك وبزوقناها هذه نتمنى تعجبكم وما تنسوناش باللايك وما تنسوناش بالاشتراك وبارطاجيو مع العائله والحباب وفضل الله يسع امران جزاكم الله خيرا ربنا يسعدكم ويهنيكم يا رب العالمين والله يرزقنا بغير الصحه والسلامه ونبقاو لفيديو اخر ان شاء الله بحول الله يا رب العالمين. والسلام عليكم.